هذا اليوم انطلق على بركة الله وحفظه. هذا الشوط الأول الرئيسي للذاع القعدان، وشهدنا وإياكم الشوط الأول الرئيسي للذاع البكار الذي سجل باسم زيارة من زارة الناموس وزارة الشوط الأول الرئيسي في مساء هذا اليوم، المملوكة لهجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. فتهانينا والناموس. وسنتعرف مشاهدينا الأعزاء على بطل القعدان في هذا الشوط. إذن هنا 11 اسما حاضرا ومنطلقا في هذا الشوط، نتمنى التوفيق للجميع. نتجه مباشرة إلى المركز الأول لنتعرف على المركز الأول ومن يحتل صدارة الشوط. المركز الأول ذرب من هجن الشحانية، انضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ويليه من الجانب الآخر هملول من هجن الشحانية، انضمر محمد بن خالد العطية اللي على المركز الثاني. الدور والنقلة إلى المركز الثالث، سيار يصل على المركز الثالث لهجن الشحانية، انضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع يصل الطيار ويتقدم من هجن الشحانية، يضمر الطيار سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الخامس دخول وتقدم من الجانب الآخر، المركز الخامس اللي انتقل إلى المركز الرابع مباشرة. هنا شاهين لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، انضمر حميد بن محمود بن عبد الحميد بن مرشود، انتقل إلى المركز الرابع وسيار يبقى خامسا في هذا الشوط وفي هذا النداء الأول للشوط الأول الرئيسي للذاع القعدان. هملول يتسلل ليختطف المركز الأول بفارق واضح على مقدمة الشوط وعلى الكادر الفوقاني يحمل الرقم 2. ومن الجانب الآخر هذا هو هملول لسعد لهجن الشحانية، انضمر محمد بن خالد العطية المركز الثاني، يتقدم ويتسلل ويتحرك. المركز الثاني هنا الطيار لهجن الشحانية، يضمر سلطان بن محمد الوهيبي ودخول عليه وتسلل من درب أيضا لهجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل إلى المركز الرابع وهنا شاهين لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني، انضمر حميد بن محمود بن عبد الحميد بن مرشود، يتابع في التضمير بن مرشود ويتابع انطلاقة شاهين. ننتقل إلى المركز الخامس، سيار 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 على المركز الخامس من هجن الشحانية، يضمر سيار سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من قدم زيارة في هذا الشوط المسائي الأول للذاع البكار يقدم لنا سيار، ويقدم أيضا الطاير، ويقدم درب والطيار وغيرها من الأسماء اللي يتقدم في هذه اللحظات ويتسلل إلى المركز الأول. الطيار من يطير إلى المركز الأول في هذه اللحظات وقدم لنا إبداع في الفترة الصباحية، والباز وهو صاحب أفضل توقيت في اللقاية في هذا اليوم. إذن العملاق يتميز في هذا السباق المحلي التاسع، نتمنى له التوفيق ولهذا الشعار شعار هجن الشحانية. نعود إلى مجريات الشوط، الطيار على المركز الأول في هذه اللحظات ينفرد بصدارة الشوط على الكادر الفوقاني، وهذا هو الشوط الأول الرئيسي للذاع القعدان. نخبة النخبة من القعدان تتواجد في هذا الشوط، أقواها على الإطلاق، أقواها على الإطلاق تتواجد، والطيار متحمل المسؤولية وقائدا لزمام الأمور ومسيطرا على عرش هذا الشوط. هذا هو الطيار على المركز الأول من هجن الشحانية، انضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يلاحق زميله في العزبة، وأيضا من نفس العزبة قادم درب من هجن الشحانية، انضمر أيضا سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل لنتعرف على المركز الثالث، المركز الثالث يصل هملول من هجن الشحانية، يضمر هملول محمد بن خالد العطية المشاغب، يتابع في التضمير. المركز الرابع الوصول والتقدم من منذر، أول نداء له، أول نداء لمنذر، يتقدم مباشرة إلى المركز الرابع من هجن الشحانية، يشارك منذر.
التضمير مع الذهبي سالم بن فاران، وسيار على المركز الخامس يتقدم سيارة وفي نفس الموقع منذ الانطلاق من هجن الشحانية ضمر السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نعود إلى مقدمة الشوط مشاهدينا الأعزاء وإلى الطيار على المركز الأول وفي صدارة الشوط محلقا ومتربعا على عرش الصدارة، ما زال في الموقع الصحيح الطيار، وما زلنا مشاهدينا الأعزاء في منتصف المسافة في هذه اللحظات، أو قدرنا الواحد منتصف المسافة وباتجاه الكيلوين مترين الأخيرين والمنعطف ما قبل الأخير في هذه اللحظات وفي هذا الأثناء. إذن ما زال الطيار على المركز الأول من هجن الشحانية، يقدم في التضمير ويتابع في التسيير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، أيضا درب يقدم اسميني عملاقين على المركزين الأول والثاني، سلطان الوهيبي يقدم اسميني، يشارك بأكثر من اسم ولكن المركزين الأول والثاني من هجن الشحانية وبقيادته، بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث أرى التقدم والتحرك من منذر من هجن الشحانية سالم بن فران في تضميره. المركز الرابع اللي انتقل إلى المركز الثاني مباشرة هملول، يتحرك هملول ونحن الآن نفتتح الكيلوين مترين الأخيرين يا مضمرين، ما باقي شيء، المشاغب يا العملاق يا الذهبي، يلا يا مضمرين يلا يا مضمرين، كيلوين متر فقط عن الناموس، عن أقوى القعدان، عن معرفة بطل القعدان في هذه الليلة وفي هذا المساء اللي نتمنى التوفيق لهجن الشحانية فيه ولمنتخبنا الوطني فيه في هذا المساء. نتمنى الكاس، كأس العالم، أن تكون عنابية في هذا المساء. المركز الثالث، نعود إلى مجريات وأحداث وتداعيات هذا الشوط، سيار يسير ويتقدم سيار إلى المركز الرابع، سيار من هجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي في تضميره. المركز الخامس، أول نداء لمكلف، يصل مكلف بشكل جميل وأداء ممتاز مع الألف والخمسمائة متر الأخيرة، وخطير مكلف، خطير خطير للغاية، ويتدخل بقوة إلى المركز الثالث مباشرة مكلف من هجن الشحانية، يتابع الذهبي سالم بن فران في التضمير. ولكن نعود إلى الطيار، نعود إلى الطيار، الطيار ومكلف، الطيار ومكلف وذرب، الطيار ومكلف وذرب، وذرب والطيار ومكلف، يا سلام. هجن الشحانية طارت مع الألف ومئتين متر الأخيرة وانطلق مكلف يا متابعين، يتحرك مكلف في هذه اللحظات ليختطف المركز الأول، ومن الجانب الآخر الطيار ومكلف، ومكلف والطيار، يا سلام يا سلام، وانطلق ذرب، يتحرك ذرب على المركز الثالث، الكيلو متر الأخير، طارت القعدان، يا سلام، الطيار 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 الطيار، طار الطيار، حلق الطيار، تحرك الطيار، اندفع الطيار كما اندفع هذا الشعار في صباح هذا اليوم وفي مسائه، مع الباز، مع إبداع، مع زيارة، مع الطيار، وسلام يا هجن الشحان، يا سلام سلام يا العنابي سلام. أشكرك يا سلطان الوهيبي على هذه المواصيل التي وصلت إليها الطيار الذي ينطلق دون أي تعليمات وذرب قادم، أيضا 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 من هجن الشحانية بقيادة سلطان الوهيبي، ومكلف قادم أيضا من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران، ولكن الطيار دون أي تعليمات تذكر، دون أي أوامر، وذرب أيضا دون أي أوامر، وسلام يا العنابي سلام. هذا هو الطيار، وانتظروا الطيار في السباقات الكبرى والختاميات القادمة، هو بطل القعدان في الشوط الرئيسي، بطل الجذاع في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من قدم الطيار على المركز الأول وذرب على المركز الثاني، تهانينا والناموس لحظات الوصول. المركز الثالث مكلف لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران، المركز الرابع سيار من هجن الشحانية بقيادة سلطان الوهيبي، المركز الخامس مشرف من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولكافة المضمرين.
إذن مشاهدينا الأعزاء، الطيار طار بناموس الشوط الرئيسي وطار بالمركز الأول مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على امتلاك الطيار وعلى هذا العرض الجميل الذي قدمه الطيار ودرب في الأمتار القليلة الحاسمة من عمر هذا الشوط. إذن هذا هو الطيار مشاهدينا الأعزاء، يصل إلى خط النهاية 9 دقائق 39 ثانية، 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجن الشحانية، أيضا درب يصل في المركز الثاني 9 دقائق 39 ثانية، 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجن الشحانية، والثاني موصولة لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث مكلف 9 دقائق 40 ثانية، 26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني، والتالي موصولة لسالم بن